أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصابك من حسنة فمن الله، صدق الله العلي العظيم. أنا وأنا وأنا، لو لم أكن أنا لضللتم أنتم الطريق المستقيم، لو لم أكن أنا الأب لضاع أولادي، لو لم أكن أنا الأم لتشتتت العائلة، لو لم أكن أنا المتنفذ معاملات من حولي وأصدقائي كانت لا تصل، أنا أخاف إذا مت أن يفتقر أولادي، وأخاف إذا مت وأخاف إذا مت. كلام باطل في باطل. أصلا الإنسان يتعجب من أين نحصل على هذه الكمية الكبيرة من الغرور. لا بأس أحيانا نقف أمام المرآة، نرى أنفسنا، نرى واقعنا، نرى ضعف أجسامنا، نرى ضعف عقولنا، ضعف أفكارنا. لا بأس أن نقف أمام المرآة أحيانا لنرى آلاف الأخطاء التي ارتكبناها في ماضينا. أنا وأنا، أنت هذا، هذا ماضيك، وهذا الضعف حاضرك. أنا لست أي شيء في هذا العالم، أي شيء، صفر، هذا حقيقتي، هذا واقعي. ليس لي أي تأثير في حياة الآخرين، هذا حقيقتي، هذا واقعي. أدل دليل على ذلك أنه عندما نحن نموت لا يحصل أي شيء في هذه الأرض أبدا، الأمور ماشية، الناس رايحة جاية، لا أحسن أصلا،
ربما بالنسبة إلى بعض الناس المغرورين الحياة تكون أحسن بدونهم. القضية ليست فقط نحن الناس العاديون من النظرة الدنيوية، لا، كبار العالم، الرؤساء، الملوك، الأمراء، قادة الاقتصاد، كبار الساسة، العباقرة، الضخام، هؤلاء عندما يموتون لا يحدث أي شيء في الأرض أبدا. فما بكت عليهم السماء والأرض أبدا، لا يحدث شيء. تاريخ الماضي ما رأيناه في حياتنا، كل واحد منا بمقداره عمره، كم مرة رأيناه؟ كبار ضخام مات، ليس فقط انقطع عن العملية يسيرا، لا، مات خلاص. صار شيء في هذه الدنيا؟ لا، أحسن، الناس افتكوا منهم أصلا بالنسبة للمغرورين المتكبرين. أين أنت؟ أنا وأنا أين؟ تحت التراب. هذا أنت، هذا أنا تحت التراب الآن. ماذا حدث؟ لو لم أكن أنا كان كذا. لا، ليس فقط ليس لنا تأثير في حياة الآخرين، أمورنا الشخصية لا نتمكن أن نديرها، لا، أبسط أمورنا الشخصية لا نتمكن أن نديرها، ليس بالنسبة للآخرين. لولا فضل الله بل عريقي، هذا العمل الصغير لا أتمكن منه. رأيتم بعض الناس المرضى أم لا؟ أنا رأيت شخص لا يتمكن أن يبلع ريقه لحدوث مشكلة صغيرة عجزت الأطباء عن علاجها. أنا بهالوضع أقول تأثيري، أين تأثيرك؟ أبسط أمورك أنت عاجز عنها إلا بفضل الله عز وجل. نعم، الله عز وجل حكمته اقتضت أنه إذا أراد أن ينعم على شخص بنعمة يمرر هذه النعمة على وسائط بالآلاف، لعله أكثر من آلاف. يريد أن ينعم على زوجتك، الله عز وجل حكمته اقتضت أنه لا ينعم بصورة مباشرة، يمرر هذه النعمة على أيدي، أيدي كثيرة، أيدي الأنوار الطاهرة، أيدي ملائكة، أيدي بشرية، حتى جمادات، إلى أن تصل هذه النعمة لفلانة ولفلانة. أنا أين أنت؟ أنت مجرد واسطة من بين آلاف الوسائط، والواسطة واسطتي من أضعف الوسائط. هناك وسائط ضخمة كبيرة، لا، أنا واسطة صغيرة وأقول أنا. نعمة الله عز وجل نزلت على فلان أو فلانة، أنا مجرد واسطة من بين آلاف الوسائط ومن أضعف تلك الوسائط. مثالي مثال موظف بنك، أبوك يرسل لك مبلغا في حسابك، مبلغ كبير، هدية 100,000 دينار، 1,000,000 دينار، أنت تذهب إلى البنك تعطي المستندات المطلوبة، يعطيك 100,000 دينار، 1,000,000 دينار، ثم يقول لك هذا تفضل مني عليك. تقول له هذا فضلك؟ أبي كان في البلد الفلاني بعث لي،
ما هو شأنك أنت؟ أنت مجرد واسطة. هناك وسائط كثيرة إلى أن تصل هذه الأموال من بلد إلى بلد آخر، بنوك غير بنوك، شركات. مجموعة وسائط بكثرة، أنت واسطة، أنت الموظف موظف البنك واسطة صغيرة جدا يمن عليك. من حقه أن يمن عليك؟ لا. نعم الله عز وجل التي بواسطتنا، يعني أنا كنت من الوسائط الكثيرة، بواسطتي نعمة الله نزلت على فلان على فلانة. من حقي أقول أنا؟ من أنت؟ هذا الموضوع موضوع مرتبط بالعقيدة، صحيح؟ نعم صحيح. هذا الموضوع موضوع مرتبط بالأخلاقيات، صحيح؟ نعم. هذا الموضوع مرتبط بالآخرة، صحيح. ولكن أنا كلامي ليس عن هذه الجوانب للموضوع، ليس عن البعد الأخروي، ولا عن البعد المرتبط بالعقيدة، ولا عن البعد المرتبط بالأخلاقيات. هذا الموضوع له بعد آخر، بعد اجتماعي. إذا فهمنا هذه الحقيقة أنه ليس في أيدينا شيء، أنه لست شيئا في هذه الدنيا أبدا، إذا فهمت هذا الموضوع كثير من مشاكلي الاجتماعية تحل. مشاكل عائلية، مشاكل زوجية، مشاكل مع الناس، مع الأصدقاء. كيف؟ الإنسان الذي يدرك أنه ليس إلا مجرد واسطة صغيرة في نعم الله عز وجل على الناس، كثير من مشاكله تحل، لأنه كثير من المشاكل بسبب توقعي من الآخرين. أنا تفضلت على فلان، أنا علمته، أنا أعطيته، أنا ضحيت من أجله، الآن لا يؤدي حقي في هذا التفضل. هذه المشاكل التي تكون، وهي مشاكل كثيرة، زوجية، عائلية، اجتماعية، مشاكل كثيرة بسبب أنه أتوقع منك أن تؤدي حق هذا التفضل الذي تفضلت عليك. إذا أدركت أن هذا ليس تفضلا مني عليك، هذه نعمة الله عز وجل نزلت عليك، أنا كنت مجرد واسطة من بين آلاف الوسائط، وواسطة صغيرة ما أتوقع، فلا تحدث مشكلة. كم من المشاكل الزوجية بسبب هذه النظرة الخاطئة أنني صاحب فاضل عليك. كم من المشاكل الزوجية؟ لعله أكثر من 50% من المشاكل الزوجية. كم من حالات الطلاق تحدث بسبب هذا الخطأ في التصور الخاطئ؟ لعله أكثر من 50%. الزوج يقول أنا صرفت على زوجتي أموال وأموال، أتعبت نفسي، أتعبت جسمي لكي تعيش في مكان مريح، في أجواء مريحة، لا تؤدي حق هذا الفضل مني عليها. باطل، خطأ. أنت مجرد واسطة صغيرة كنت. الله عز وجل كان يريد أن ينعم على زوجتك عبر آلاف الوسائط، أنت واسطة صغيرة من بين آلاف الوسائط. نعمة الله عز وجل نزلت عليها. أموالي، أموالك خولت بعض التخويل في أموال الله عز وجل. الزوجة تقول أنا كم تعبت من أجل هذا الزوج ليعيش حالة
مريحة، أجواء هادئة هنيئة في هذا البيت، طبخت له، تعبت في خدمته، لا يؤدي حق هذا الفضل. كلام فاضي، غلط، خطأ. أنت مجرد واسطة صغيرة صغيرة جدا في نزول نعمة الله عز وجل على زوجك. هكذا مشاكل اجتماعية، كم من المشاكل الاجتماعية بسبب هذه النظرة الخاطئة. نسمع أحيانا ما في القلوب الله يعلم كم هي، الذي نسمع من الآخرين هو كثير. أنا أستاذه، هذا تلميذي، علمته، أنا أبوه، ربيته، الآن يعني يتصور أنه هو. لا، مشاكلنا مع أصدقائنا 50 سنة 40 سنة 60 سنة صداقة نتركها بسبب هذا الخطأ. أرى نفسي صاحب فاضل وهو لا يؤدي حق هذا الفاضل. أنا تعبت ساعات وساعات لتحضير هذه الخطبة حتى أأتي أنفعكم نفعا دنيويا نفعا أخرويا، تعبت ساعات وساعات، جهد مني، كذب في كذب. كله كذب. أنا صاحب فضل عليكم، كذب في كذب. ذرة فضل لا توجد. الله عز وجل أراد أن يهديكم، هذه النعمة من الله عز وجل عليكم، الله لا يجعل هذه النعمة، لا يؤدي، لا يوصل هذه النعمة إليكم بدون واسطة. حكمته اقتضت أن يوصل هذه النعمة إليكم بوسائط. كم واسطة؟ 1000 واسطة، 10,000 واسطة. أنا واسطة صغيرة من جملة هذه الوسائط، حكمة الله اقتضت. القضية ليست أنه أنا شيء مني، الله عز وجل اقتضت حكمته أن يوصل النعم إلى الناس عبر وسائط. أنت واسطة، أنت موظف بنك مثاله، والمثال أبعد من هذا المثال، مثال موظف البنك لعله عمل شيئا، لا، حكمة الله اقتضت أن تمر النعم عبر وسائط لا أكثر، لا فضل ولا هم يحسنون. أنا جئت إلى هذه الدنيا لأمتحن وأدي واجبي أمام الله عز وجل وفي أمان الله. أمن على الآخرين، هذه منة من الله علي، لأنني أمن على الآخرين. الله من علي أن جعل نعمة لشخص على يدي، هذه منة من الله عز وجل علي. أنا أجعلها منة لي على الآخرين. خطأ فادح، جهل، كذب، كذب، خداع الشيطان. الشيطان يخدعني، أنت تعبت، أنت الذي لا تتمكن أن تؤدي أبسط أمورك، أنا تعبت، أديت واجب لا أكثر. لو كنت قد أديت الواجب أصلاً. نعم، 3 نقاط، كلامي لا يعني ولا يعني ولا يعني. أولا، كلامي لا يعني أن الإنسان لا يسعى لأهدافه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت اسعى، اطرق الأبواب التي جعلها الله سبحانه وتعالى وسائط، ولكن اعرف أن هذه الأبواب مجرد وسائط. أنت إذا سعيت الله عز وجل يرسل لك النعمة. من أين؟ هو يعلم كيف يرسل، أنت أطرق الأبواب التي تفهمها. الله عز وجل لعله يرسل هذه النعمة عن طريق هذه الأبواب، أو يرسل هذه النعمة عن طريق ثاني أصلا.
أنت أطرق الأبواب. ثانيا، كلامي لا يعني أن لا نشكر الوسائط، لا، نص القرآن الكريم نشكر لي ولوالديك، اشكر والدك واشكر والدتك، الشكر موضوع ثاني. صحيح أن الله عز وجل جعل هذه النعمة عن طريقه إليك، ولكن عليك أن تشكره، هذا شيء الله عز وجل فرضه. روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما أكثرها في هذا المجال. ثالثا، كلامي لا يعني أننا لا نؤدي الحقوق، دققوا في هذه الكلمة، الحقوق التي جعلها الله عز وجل لأناس علينا. الله جعل لأستاذي لمعلمي حقا علي، جعل لزوجتي حقا علي، جعل للزوج حقا على زوجته، جعل للولد حقا على أبيه وأمه، جعل للآباء والأمهات حقوق على أولاده. أداء الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأناس علينا، هذا موضوع مستقل. النعمة هي نعمة الله، نعم، والله عز وجل جعل لبعض الناس علي حقوقا. ما دام النعمة ليست منه، أنا لست مكلفا تجاه هذا الشخص. نعم أنت مكلف، هو الله عز وجل كلفك، هو الله عز وجل قال الحق الفلاني الحق الفلاني الحق الفلاني، خصوصا الحقوق الواجبة، هذه حقوق لفلان عليك. هذه أمور مستقلة، ولكن لنفهم المعادلة الحقيقية. كلمة أخيرة، هذا الموضوع مفصل، فقط أقولها كلمة. الذي يدرك هذه الحقيقة، يدرك هذه المعادلة، أنه ليس شيئا في هذا الكون، أنه مجرد واسطة من الوسائط جعلها الله عز وجل، الذي يدرك هذه المعلومة، هذه الحقيقة، الله عز وجل يرفعه، يبارك فيه. الذي يدرك أنه يطلب حتى ملح عجينه وحتى علف شاته من الله عز وجل، هذا الذي يدرك هذا المعنى، الله يقول له، هو يعني عما صنعه الله عز وجل بالنسبة إليه، يقول: وجعلني مباركا أينما كنت. الله عز وجل يجعل البركة في كل وجوده، أينما تضعه يكون مباركا، لسانه بركة، يده بركة، ماله بركة، نفسه بركة، تعليمه بركة. وجعلني مباركا، هؤلاء الذين أدركوا هذا المعنى، تطلب على فشاتك من الله عز وجل، يعني ماذا؟ يعني إلهي أنا حتى هذا الشيء لا أقدر عليه. تطلب ملح عجينك، هذا ما ورد في الرواية الشريفة، حديث قدسي، خطاب من الله عز وجل إلى موسى. الأنبياء هكذا كانوا، يطلب ملح عجينه، ملح، نعم إلهي أنا لا أتمكن حتى على الملح إلا بفضل منك. هذا الشخص الله عز وجل يجعله هكذا، وجعلني مباركا، الآية عن عيسى بن مريم، الأنبياء، وجعلني مباركا أينما كنت. هذا الشخص حقيقة فيه البركة، الله عز وجل يجعل البركة فيه أينما كنت. هذا الشيء، هذا التعليم الوارد في الأحاديث الشريفة، هذا يؤثر في درك هذه المعلومة. كيف أدرك أنني لا شيء؟ إحدى الأسباب أن تدعو وتطلب كل حوائجك حتى الصغار منها من الله عز وجل.
هذا يجعلك شيئا فشيئا تدرك أنك لا شيء. الآن جلست على الطعام أريد أن أكل، الطعام موجود، طعام لذيذ، أقول إلهي هذا الطعام اجعله لذيذا يا أخي، هو الطعام لذيذ، لا اجعله لذيذا لي، هذا من الله، تتصور اللذة من أين؟ إلهي أشبع بطني بهذا الطعام أو بغيره، من الذي يشبع بطنك؟ الله عز وجل. إلهي عندي أموال ضخمة، الآن أحتاج إلى رغيف خبز 20 فلس 30 فلس 50 فلس 10 فلوس أي قيمته، إلهي أرزقني. هذا الخباز موجود، لا قبل أن تذهب إلى الخباز قل إلهي أرزقني خبزا لذيذا خبزا مفيدا. الحوائج الصغيرة أطلبها من الله عز وجل. تذهب إلى الجمعية تريد أن تشتري شيئا، قبل في طريقك قل إلهي أرزقني أشياء مفيدة نافعة، الأشياء التي أريدها إلهي أرزقنيها موجودة في الجمعية أطلبها. أنت متنفذ، أنت مدير، لك سلطة تأمر، قبل أن تأمر الموظف قل إلهي وفقني أن أمره بأمر حسن. الحوائج البسيطة، الحوائج العادية أطلبها من الله عز وجل شيئا فشيئا. بهذه الطريقة أدرك أنني لست شيئا، كل الأمور من الله عز وجل، كل الأمور الله عز وجل جعلها بواسطة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. أختم كلامي بحديث شريف جميل جدا، حديث مختصر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال عليك بالدعاء فإنكم لا تقربون بمثله، يعني لا تتقربون بمثله، يمكن الكلمة فإنكم لا تقربون يعني لا تتقربون بمثله، أنتم لا تتقربون إلى الله عز وجل بمثل الدعاء، لأن الدعاء بالفعل يجعل الشخص متواضعا أمام الله وهذا جدا مهم. فإنكم لا تقربون بمثله ولا تتركوا صغيرة، يعني حاجة صغيرة، ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بها، لا تتركوا الدعاء بالأشياء الصغيرة لأنها صغيرة، حتى الصغائر، حتى الحوائج الصغائر الصغار اطلبها من الله عز وجل. لماذا؟ هذا التعليل، هذا التعليل 6 كلمات احفظها. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. تتصور من يعطيك الحوائج الكبيرة؟ الله. من يعطيك الحوائج الصغيرة؟ الله. لا فرق، أنا عندي هذه حاجة صغيرة تلك حاجة كبيرة، كلها مصدرها أين؟ من الله عز وجل. إن صاحب الصغار يعني الحوائج الصغار هو صاحب الكبار، كل شيء يطلبه الإنسان. إلى أن نصل إلى هذه الحقيقة، الجانب الأخروي لهذه الحقيقة جانب، الجانب الأخلاقي جانب، الجانب المرتبط بالعقيدة جانب، لا يا أخي لنفهم هذه المعادلة حتى تقل مشاكلنا مع الناس مع من حولنا. ما أصابك من حسنة فمن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي يا آل محمد. شفاعتهم في الدنيا والآخرة.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله.